شوية وفي حد تاني هي جوين، ولا نبدأ على طول دلوقتي؟ يا ريت تبدأ يا دكتور عشان عندنا مذاكرة. نبدأ على طول، أنا برضه رأيي إن احنا هنبدأ برضه. خلاص أوكي. طيب أول حاجة خالص، أنا الدكتورة نانسي، أنا مدرس مساعد نساء، مش عارفة كلكم عارفيني ولا لأ، بس أنا كنت بدي راوند بتاعت يوم الأربع. فالنهاردة احنا هنشرح البلاسينتا بريفيا. انا عارفة انتوا عندكم اكزامز تقريبا next week. انا ما اعتقدش البلاسينتا بريفيا included معاكم في الامتحان، هي مش معاكم، فده حاجة يعني كويسة. احنا هنستمر نشرحها النهاردة عشان بعد كده ايه، بعد ما تخلصوا الاكزامز ان شاء الله تبقى معاكم في الفاينلز بإذن الله. فبلاسينتا بريفيا، اول حاجة قبل ما نتكلم على البلاسينتا بريفيا لازم هنتكلم على حاجة مهمة قوي اسمها antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage ده the term بيقول ان حصل bleeding after the viability of the fetus till delivery. يعني ايه؟ لو فاكرين احنا اخدنا في حاجه اسمها bleeding in early pregnancy، يعني حصل نزيف اوكي around مثلا في الفيرست trimester، ان عيانه بتيجي complaining of bleeding في الفيرست trimester. وقلنا ان differential diagnosis بتاعه ده اهم حاجه فيه، ان يبقى عندنا ectopic pregnancy, miscarriage والvesicular mole. اوكي برضو طبعا بنحط معاهم اللي فيه local cervical causes او general causes. فالانتي بارتم هيموريدج بقى ده هو البليدنج في السكند هاف اوف بريجننسي، اللي هو من وقت الفيابيليتي. الوقت الفيابيليتي يعني البيبي يقدر يعيش outside the uterus، ده بنحسبه من 24 weeks till delivery. يعني لو عيانه جات لنا presenting with bleeding من وقت 24 weeks لحد 40 weeks اسمها انتي بارتم هيموريدج. ده very 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 important topic، وديفنتلي هيبقى معاك في الفاينلز، وفي تحتيه حاجتين مهمين قوي لان دول بيعتبروا من الاوبستريك ايمرجنسيز. زي ما هي البليدنج ان ايرلي بريجنسي مهم، الانتي بارتم هيموريدج ده اهم بكتير كمان. اوكي فعندنا في كذا، في اهم حاجه فيه يعني كان في سيفرال كوزز اوف انتي بارتم هيموريدج. اهم تو كوزز فور انتي بارتم هيموريدج اللي بيعملوا اللي بيبقوا بالنسبه لنا اوبستريك ايمرجنسي، حاجه اسمها انتي بارت، حاجه اسمها اكسيدنتال هيموريدج او بلاسنتال ابربشن، وفي حاجه اسمها بلاسنتا بريفيا. طبعا البلاسنتا ابربشن ده هتاخدوه بعد كده بعد الميد تيرم، احنا النهارده هنشرح الايه البلاسنتا بريفيا. اول حاجه احنا ما يجي عندنا اي كوزز لاي حاجه في الاوبستاتريكس اوكي، او اني كوز فور اني ريزن، يعني احنا بنقسمه لكذا كوز اوكي. في عندنا حاجه اسمها اوبستاتريك كوزز اوكي، جاينيكولوجيكال كوزز، وفي عندنا الجنرال او السيستميك كوزز. دول ذا سيم كوزز اللي احنا بنقولهم في الايرلي بريجننسي بليدنج، فهم نفس التايتلز من فوق. فانتوا لو جات لكم عينه بريزنتنج ويز بليدنج ان ايرلي بريجننسي هتكتبوا ذا سيم تايتلز، هاويفر ذي هاف ا ديفرنت كوزز. اوكي ايه بقى الاسباب ان عينه تجيلنا بالتيبارتم هيموريدج بقى في الاوبستاتريك كوزز؟ هنلاقي في حاجه زي ما قلنا بلاسنتال ابربشن، وفي حاجه اسمها بلاسنتا بريفيا، وفي حاجه اسمها فازا بريفيا. بلاسنتال ابربشن هتعرفوا بس الديفينيشن فور ناو، ان هي يعني بليدنج اوف اور سيبريشن فروم ا نورمالي امبلانتد بلاسنتا. زي ما احنا عارفين ان البلاسنتا نورمالي بتبقى موجوده في الابر يوتراين سيجمنت. ليه؟ عشان الابر يوتراين سيجمنت بيبقى متكون من 3 لايرز اوف ماسلز، بيبقى اقوى، فان المفروض النورمالي بلاسنتا تبقى موجوده ات ذس سايت. لو هي موجوده for any reason in the abnormal site بنسميها حاجه اسمها placenta previa. يعني ايه؟ يعني placenta present in the lower uterine segment، المفروض normally هي ما بتبقاش موجوده في lower uterine segment، المفروض normally بتبقى موجوده في upper uterine segment، فدي اسمها placenta previa. فلو حصل bleeding من abnormally situated placenta ده بنسميه placenta previa. The third cause حاجة اسمها vasa previa. ال vasa previa دي بنعتبرها bleeding of a fetal origin. ليه؟ لأن ده بيحصل bleeding من umbilical cord بتاع البيبي. أوكي؟ طبعا يا جماعة لو حد عنده أي أسئلة افتحوا المايك واسألوني directly، لأن طبعا الأونلاين ده بيبقى فيه miscommunication بينا. أنا دايما في الراوندز بحب إن يبقى فيه communication وأحب أسألكم، فلو أي حد عايز عنده أي أسئلة أو أي حاجة مش فاهمها بليز أوبن يور مايك واتكلموا على طول. أوكي أنا بقدر أشوف كمان المسجز بتاعتكم. أوكي فأنتوا افتحوا المايك على طول يا رينا. أوكي في حد بس المفروض يعني أسألها كده، هو عمه هشام مصطفى بابا قال له يبعت حاجة تانية؟ ها؟
دكتور احنا مش سامعين حضرتك يا دكتور. كده سامعيني كويس؟ اه تمام. تمام. طيب يبقى احنا كنا بنتكلم عن الكازز، قلنا placental abruption previa و vasa previa. vasa previa يعني bleeding من الامبليكال كورد بتاع البيبي، ده هنقوله في the last slide هنقول ده معناه ايه، بس ده بيبقى bleeding of a fetal origin not a maternal origin، يعني bleeding من البيبي نفسه، وده بيبقى very يعني mortality بتاعت البيبي بتبقى عالية جدا around 60%، وبنبقى العلاج ان احنا المانجمنت بتاعته ان احنا نعمل emergency cesarean section طبعا لو لحقنا البيبي يعني. تاني كوز اللي هو gynecological causes. gynecological causes نحط في any cause of bleeding سواء early او antepartum hemorrhage بنحط gynecological causes. يعني ايه؟ يعني العيانة ممكن يجي لها bleeding from other causes، حاجة cervical، حاجة vaginal، سواء كان في vaginal lesion، vaginal trauma، كان في cervical cancer، ده برضو بنبقى حاجة rare بس ممكن يبقى العيانة presenting ان هي عندها cervical cancer، cervical erosion، cervical polyp، فده مهم جدا ان احنا نكتبه في اي cause of bleeding. اخر cause ان يبقى في عندنا general او systemic cause. يعني ايه؟ يعني العيانة she's bleeding from cause other than ان هي bleeding from the uterus او from the cervix، لا دي bleeding علشان هي عندها مثلا لو اخدنا منها medical history هنلاقي العيانه دي ماشيه مثلا على anticoagulants، anticoagulants بيعملوا يزودوا ال bleeding tendency عند العيانين، او عيانه عندها idiopathic thrombocytopenic purpura او hypertension. فزي ما قلنا يبقى احنا عندنا for the causes of antepartum hemorrhage three main causes: obstetric causes, gynecological causes, the last cause would be general او systemic causes. قلنا احنا لو عندنا any cause of bleeding هنكتب ال 3 titles دول و just fill in الحاجات دي، ده بيسهل لكم المذاكرة عشان مش كل مرة تقعدوا تحفظوا topic جديد تبقوا عارفين انتوا عندكم سكيم في دماغكم ان احنا عندنا obstetric, gynecological, general causes. for early pregnancy bleeding هيبقى نفس الأسباب، مع however في ال obstetric causes هيختلف عندنا obstetric causes، في ال antepartum hemorrhage لا هيختلف عندنا obstetric causes، بس in general هم عندهم ال 3 titles المهمين دول. اوكي ده حاجه تسهل لكم في الحفظ، دايما تكورليت الحاجات مع بعضها عشان ما تنسوش. هنيجي بقى النهارده في الموضوع بتاعنا اللي هو بلاسينتا بريفيا. يعني ايه بلاسينتا بريفيا؟ قلنا ان نورمال بلاسينتا موجوده في الابر يوتراين سيجمنت، لو لاي سبب من الاسباب بلاسينتا موجوده في اللور يوتراين سيجمنت دي اسمها بلاسينتا بريفيا. بريفيا معناها ان دي لاتن وورد، دي معناها ان هي حاجه اب نورمال، ان هي مش موجوده في مكانها الايه الصح، فمن اسمها كده هو ايه ان بيحصل implantation للبلاسينتا في اللور يوتراين سيجمنت، ده اللي هو مش النورمال بتاعه، فبليدنج فروم ان ابنورمالي سيتويتد بلاسينتا، ده الديفينيشن بتاع بلاسينتا بريفيا، اللي هو بليدنج فروم ان ابنورمالي سيتويتد بلاسينتا. اوكي وده بنعتبره ان السكند موست كومن كوز اوف اوبستريك كوز اوف انتيبارتم هيموريدج. طبعا اهم سبب الانتيبارتم هيموريدج هو الاكسيدنتال هيموريدج، والاكسيدنتال ده ان البلاسينتا تبقى موجوده في النورمال سايت، هاويفر بيحصل بلاسينتال سيبريشن لاسباب كتير انا بنتكلم عليها بعدين. فالفرق بين الاكسيدنتال او بلاسينتال ابروبشن وبلاسينتا بريفيا ان البلاسينتا بريفيا البلاسينتا موجوده ابنورمال سايت، الاكسيدنتال هيموريدج البلاسينتا موجوده في وضعها الطبيعي بس بيحصل لها سيبريشن فبيحصل بليدنج. طيب زي ما قلنا ان احنا عندنا الفرق بين الابر يوتراين سيجمنت واللور يوتراين سيجمنت، ان الابر يوتراين سيجمنت موجود من 3 لايرز، لو افتكرت كده في الاناتومي هتلاقوا اللور يوتراين سيجمنت بيتكون من 2 لايرز بيبقى فيري ثين، ده ليه؟ علشان يحصل فيه بيحصل سيرفايكال افيسمنت فيه دايليتيشن والحاجات دي كلها بتاعت البروسيس اوف ليبر. لو بلاسينتا جت عملت امبلانتيشن في المكان ده اللي هو مش نورمال، فاللي بيحصل ايه؟ ان ده طبقه رقيقه فبيحصل انفيجن، ساعات مش كل العيانين طبعا بيحصل ان البلاسينتا التروفوبلاست نفسها بتعمل انفيجن للاندوميتريوم والمايوميتريوم وسام تايمز كمان البريتونيوم، وبنسميها ابنورمال انفيزيف بلاسينتا او بلاسينتا اكريتا. اخر سلايد خالص هكلمكم على الموضوع ده تبقوا عارفين دي حاجه اوبستريك ايمرجنسي وبيبقى معاها بليدنج كتير، والعيانه دي مورتاليتي ريس فيها طبعا بيبقى عالي جدا، وممكن تاند اب ان احنا نعمل عينه هيستكتومي عشان ما بنعرفش نشيل البلاسينتا عشان تبقى عامله انفيجن لليوترس. اوكي
فلازم تعرفوا لما البلاسينتا تبقى في abnormal site لازم اكسكلود ان هي بلاسينتا اكريتا، يعني بلاسينتا مش عامله انفيجن، ان هي مش موجوده في مكانها الطبيعي، فطبيعي التروفوبلاست تعمل انفيجن. هنا بقى الطبقه دي رقيقه جدا فتروح عامله انفيجن جوه اكتر، ما بتقفش عند ليميت زي الطبيعي بتاع البلاسينتا، فممكن تعمل لنا بلاسينتا اكريتا. طيب بعد كده نتكلم على الانسنس. الانسنس دي مهمه طبعا، انتوا عارفين هي يعني نسبتها قد ايه، 0.5%. يعني ايه؟ يعني تقريبا كل 200 عيانه في واحده منهم هيبقى عندها بلاسينتا بريفيا، اوكي. و 20% of the causes، يعني 20% من العيانين اللي بينزفوا يجي لهم antepartum hemorrhage او late obstetric hemorrhage يعني بيبقوا بسبب البلاسينتا بريفيا. دلوقتي طبعا البلاسينتا بريفيا بدات تزيد جدا 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 جدا. ليه؟ بدا السيزارين انسكشن ريت يعلى. ايه اللي بيحصل؟ احنا سيزار انسكشن السكار بتاعتها تبقى في اللوي تراين سيجمنت، فبيخلي فيه سكار سكار سكار، فبلاسينتا بيحصل لها ايه؟ تيجي هي المفروض الاول اللوي تراين سيجمنت دي ما بتبقاش موجوده في الايرلي بريجننسي، يعني لو احنا عملنا الحمل في الاول خالص اللوي تراين سيجمنت لو انت خدته الفيسيولوجي فاكرينه بيتكون في الليت ثيرد تريمستر خلاص. ففي الاول خالص البلاسينتا تيجي تعمل امبلانتيشن في سكار، لما يلاقي سكار البلاسينتا ساعات ما بتعرفش تطلع من السكار ده، تبقى انفيجيت جنب السكار كده وما يحصل لهاش مايجريشن، ده اللي هنقول عليه بعد كده، يعني ما تطلعش للمكان اللي هي تفضل قاعده تحت، يعني تفضل قاعده هي موجوده ده تحت، وبعد كده اليوترس عمال يكبر واللي هو يتراي سيجمنت عمال تبدا تتكون هي بقى عشان في سكار، تبقى تفضل عامله التروفوبلاست. قلنا السكار دي بتخلي التروفو اليوترس رقيق، ولو الهيلينج بتاعها ما كانش كويس قوي بتاع مكان السيزارين سكشن، فبتخلي ان في هنا يعني زي ديفكت، فالتروفوبلاست دي بتعمل انفيجن لجوه، فما بتلاقيش حاجه بتوقفها فتروح عامله انفيجن للسكار. فده سبب من الاسباب ان البلاسينتا بريفيا بقت زياده، سبب من الاسباب ان البلاسينتا اكريتا طبعا هي تعمل انفيجن اكتر اكتر اكتر، تبقى ادهرنت ليوترس فتعمل لنا حاجه اسمها بلاسينتا اكريتا. فمهم جدا 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 نعرف ان الانسنس بتاع البلاسينتا بريفيا بدأت تزيد علشان الريكس بتاع السيزارين انسكشن في مصر مثلا بقى زيادة جدا، تمام؟ فده كل ما السيزارين انسكشن هتزيد كل ما البلاسينتا بريفيا هتزيد. الريسك فاكتورز، ايه بقى الريسك فاكتورز؟ يعني ايه الحاجات اللي بتخلي عيانة عندها تندنسي ان هي يجيلها بلاسينتا بريفيا؟ طبعا هتلاقوه في اخر كلاس كاتبه لكم previous cesarean infection، دي one of the most important causes. يعني لو انتوا ده كتبتوا في اي امتحان risk factors وما كتبتوش cesarean infection ده بيبقى big fail، ان لازم ان انتوا تكتبوا انه very very important. والorals مثلا لو انتوا حد سألكوا اول حاجة قلتوش cesarean infection هيفهم ان انتوا فاهمين، يعني it is linked together. فاول سبب خالص ان الماتيرنال ايج، كل ما العيانه بتبقى لقوا دي حاجات بتبقى بيزد اون ستاديز، ان هم لقوا ان العيانين الكبار في السن اللي فوق ال 35 سنه بيبقى عندهم تندنسي ان يجي لهم بلاسينتا بريفيا اكتر من الصغيرين. لقوا ان العيانين اللي عندهم الباراتي زياده، كل ما العيانه مثلا تبقى بارا 2 يعني خليفه مرتين ثلاثه اربعه، كل ده بيزود الريس اوف بلاسينتا بريفيا. لقوا الناس اللي عندهم بلاسينتال سايز كبير، ده هيحصل امتى؟ بلاسينتال سايز لو عيانه عندها توينز، دي اهم حاجه توينز. توينز ده ممكن يبقى في اثنين بلاسينتا، فواحده قاعده في الابر واحده قاعده في اللوي تراين سيجمنت فعملت بلاسينتا بريفيا خلاص. توينز بقى تريبلتس اي حاجه يعني اللي هي المالتي فيتال بريجنسيز، ان يبقى مور ذان وان بيبي، اوكي. يبقى في جيستيشنال دايابيتس، الدايابيتس برضو بيخلي بلاسينتال سايز كبير، البيبي بيبقى كبير، فبلاسينتال سايز كل ما تبقى كبير كل ما هي تروح في ايه، يعني مثلا تبقى موجوده في الابر ونازله نازله نازله وصلت لحد اللوي تراين سيجمنت، اوكي. او عيانه جالها قبل كده احنا بناخد منها هيستوري، طبعا انتوا عارفين في الاوبستريك هيستوري خدتوه في الانتينيتال كير، بنسال العيانه ايه اللي حصل لك في الحمل اللي فات وحاجات زي كده، نلاقي العيانه دي جالها بلاسينتا بريفيا الحمل اللي فات، فالعيانه اللي جالها بريفيوس بلاسينتا بريفيا ده طبعا الحمل اللي بعده فيري هاي ريسك ان هي يجيلها في الحمل اللي بعده بلاسينتا بريفيا. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ ده السلايد دي فيها الميكانيزم ازاي بيحصل بليدنج للعيانين دول. قلنا العيانه بيبقى عندها بلاسينتا موجوده في abnormal site اللي هي في اللوي تراين سيجمنت اللي هو مش نورمال يبقى فيه بلاسينتا. ليه؟ اللوي تراين سيجمنت ده لو انتوا لو انتوا خدتوا فيسيولوجي والحاجات دي كلها فاكرين، يعني هتلاقوا بيحصل dilatation وافيسمنت اللوي تراين سيجمنت، يعني اليوترس بيفتح من المكان ده من اللوي تراين سيجمنت دي خلاص. فاللي بيحصل ايه؟ البلاسينتا تبقى امبلانتد على المكان ده في اللوي تراين سيجمنت اللي هي مش نورمال يبقى موجوده فيه. فاول ما يبدا يحصل ستريتش اللوي تراين سيجمنت او يبدا يحصل
دايليتيشن يحصل حاجه اسمها شيرنج افكت، ان البلاسينتا ان اللو تراي سيجمنت عماله تدايليت وبلاسينتا لازقه عليها، فيبدا البلاسينتا تسيبريت. اول ما تبقى يحصل سيبريشن اوف بلاسينتا يبقى يحصل عيانه تبريزنت ويز بليدنج خلاص. فالعيانه يجي لها ايه؟ بليدنج. بيحصل ليه؟ علشان اللو تراي سيجمنت دي مش المفروض ان هي نورمالي مش بيبقى موجود فيها بلاسينتا، فما يبدا العيانه يجي لها تخش فليفر بينز، يجي لها يجي اي سبب حصل يتراين كونتراكشنز، اي حاجه خلت ان السيرفكس يدايليت يبقى سيرفايكال دايليتيشن وليفر بينز، او ان نورمالي اللور تراي سيجمنت عمال يتكون فالسيرفكس ايه بتطلع لفوق لفوق فيحصل سيبريشن، هي بتلاقي مش لاقيه لها مكان او موجوده فيه، فيبدا يحصل سيبريشن فيبدا يحصل عيانه يجي لها بليدنج، وده بيبقى ان افويدبل سيبريشن، يعني دي حاجه مش هنقدر نأفويد، هو هيحصل لأن البلاسينتا موجودة في مكان غلط. طيب إزاي إحنا بنشخص البلاسينتا مايجريشن دي عشان تفهموها؟ لازم تفهموا إن اللور يوتراين سيجمنت دي بتتكون إمتى؟ قلنا بتتكون في الإيه؟ في اللي تريمستر، يعني اليوترس الأول بيبقى صغير جدا خلاص، بيبقى في البلفس، بيبقى بلفيك أورجن وصغير، ويبدأ يعمل البلاسينتا، البلاسينتا عمالة إيه بقى يوترس عمال يكبر يكبر يكبر، فهو بيكبر بيكون اللور يوتراين سيجمنت، أوكي؟ فساعات لما نحن نعمل العيانين ألتر ساوند خلاص في الأيرلي بريجنسي اللي هو قبل الفيابيليتي قبل 24 أسبوع يعني، نلاقي البلاسينتا موجودة تحت شوية، يعني موجودة قريبة من السيرفكس، فبنقول للعيانين دول إن إحنا أنت يعني في يعني ما ينفعش إحنا نقولها في الوقت ده إن أنت عندك بلاسينتا بريفيا، ليه؟ إن اللور يوتراين سيجمنت لسه ما اتكونتش أصلاً، تمام؟ لسه اليوترس هيكبر ويبدأ يعمل أبر ولور يوتراين سيجمنت، فما يقدرش نحكم البلاسينتا دي موجودة نورمالي ولا لأ، لأن اليوترس كله هو يعني أبر ما فيهوش لسه لور يوتراين سيجمنت، لسه ما اتكونتش. فاللي بيحصل إيه؟ إن إحنا بنتابع العيانين دول، بنقول ان نورمالي 90% من العيانين هيحصل لهم حاجه اسمها بلاسينتال مايجريشن، اول ما تبدا تتكون اللور يوتراين سيجمنت تلاقي البلاسينتا اترفعت وبقت فوق. ليه؟ ان اللور يوتراين سيجمنت في الوقت اللي احنا شفناه فيه العيانه ده بالالترا ساوند ما كانتش اتكونت، اول لما اتكونت ما بقاش فيها بلاسينتا، بقت البلاسينتا موجوده فين؟ في الابر يوتراين سيجمنت. فالعيانين دول بنقول لهم ايه؟ احنا بس هنعمل فولو اب وان احنا هنشوف، لان موست اوف ذا بيشنت هيحصل لهم بلاسينتال مايجريشن، ان يبدا اول ما تبدا اليوترس يكون اللو تراين سيجمنت هنلاقي البلاسينتا بقت فوق، تمام؟ وده بيبقى بنبص على العيانين دول امتى؟ عند 32 ويكس خلاص. هاويفر هنيجي احنا في التايبس اوف بلاسينتا بريفيا، انا مش هقول لكم الجمله دي بس هقولها لكم واحنا بنقول التايبس، انتوا لسه مش عارفين التايبس فهتفهموها اكتر لما اوريكم التايبس اوف بلاسينتا بريفيا. اخر جمله دي اللي هي دي التايبس اوف بلاسينتا بريفيا، لو بصيتوا كده على الصور دي هتلاقوا النورمالي بلاسينتا موجوده فين؟ شايفين كده فوق في الفندس وتحت في السيرفكس، حاول اوريها كده، ده كده هنا الفندس تمام، وده هنا كده ده السيرفكس، نورمال بلاسينتا تبقى موجوده في الحته دي، ده كده الابر يوتراين سيجمنت خلاص، يعني الناحيه دي كده. في عندنا سيفرال تايبس اوف بلاسينتا بريفيا، في حاجه اسمها لو لاين بلاسينتا، وفي حاجه اسمها مارجنال بلاسينتا بريفيا، وفي حاجه اسمها بارشال بلاسينتا بريفيا اللي هي بريتاليس، او في حاجه اسمها complete placenta previa. ده يعني ايه؟ low lying placenta لقوا ان البلاسينتا موجوده لو واصله، يعني بصوا لو اخدتوا بالكم هنا هتلاقوها هي من upper ونازله نازله 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 قريبه قوي من low uterine segment، هي قريبه من السيرفيكس اوكي، فبيقول ده بس هي يعني مش واصله للمارجن بتاع السيرفيكس اللي هو بدايته من هنا ولا مغطيه السيرفيكس خالص، بس هي لو لاينج يعني هي موجوده في اللور يوتراين سيجمنت، فقالوا ايه؟ يبقى خلاص احنا مش هنعتبر ان دي اسمها بريفيا قوي، فهنسميها لو لاينج بلاسينتا على اساس ان هي ما وصلتش لسه للسيرفكس، هنسميها ايه؟ لو لاينج بلاسينتا خلاص. تاني نوع بقى اسمها مارجنال بلاسينتا، لو اخدتوا بالكم هنا هتلاقوا البلاسينتا موجوده فين؟ اهي بصوا الادج بتاعها الليدنج ادج موجوده عند بدايه السيرفكس، فاسمها ايه؟ مارجنال بلاسينتا، يعني مارجينالس موجوده على المارجن اوف ذا سيرفكس. طيب ده النوع بقى ده اسمها بارايتاليس او بارشال، يعني ايه؟ يعني بارشالي كفرنج ذا انترنال اس اوكي. هتبصوا هنا في الصوره هتلاقوا بلاسينتا فعلا مغطيه الايه الانترنال اس بس مش واصله للناحيه الثانيه، مش كومبليتلي كفرنج، يعني هي مغطيه مثلا ايه ثلاث ارباعه، ممكن تبقى مغطيه نصه، فاسمها ايه؟ طول ما هي مغطيه الانترنال اس يبقى اسمها بارشال او بارايتاليس.
الكمبليت بقى اللي هي بتبقى placenta previa completely covering the internal loss. تمام، مهم جدا تفهموا الايه types of placenta previa. يبقى تاني low lying placenta يعني placenta موجوده في اللور يوتراين سيجمنت however it is not reaching خالص ال internal loss. marginal placenta previa يعني موجوده عند ال margin of the internal loss بس لسه not covering the internal loss. البارايتاليس يعني من اسمها partial يعني partially covering the internal os. الفورث تايب اللي هو complete placenta previa. احنا normally بنقول placenta previa على الثلاث انواع دول، دي بنسميها low lying placenta بيبقى ليها management مختلف شويه، يعني هي مش مغطيه الانترنال os فالريسك اوف بليدنج بيبقى اقل. هفهمكم بقى الحته اللي بيحصل ايه اللي ما قلت لكم ان بيحصل بليدنج عشان البلاسينتا بيحصل ايه دايليتيشن. السيرفكس اهو والبلاسينتا بصوا مغطيه فين هنا، يعني دي اقل واحده يحصل لها بليدنج مش كتير قوي، لكن دي مغطيه نص السيرفيكال اوس. اللي بيحصل ايه السيرفكس ده عمال يدايليت، كل ما يدايليت كل ما البلاسينتا دي اكنها مش اتاتشد لحاجه موجوده في الشارع كده، كل ما السيرفكس هيدايليت كل ما البليدنج هيبقى ايه مور سيفير لان بيحصل سيبريشن اوف بلاسينتا. فالعيانين دول بتوع البارايتاليس والكمبليت الكمبليت دي بيحصل لها سيفير ثريتنينج بليدنج طبعا. البارشال هي اللي بعديها، المارجيناليس دي يعني في النص لان هي مش موجوده يا دوبك عند المارجن بتاع السيركس بس، كل ما احنا نبقى بارشال او كمبليت الكمبليت دي ديفينتلي هيجي لها ايه بليدنج جامد جدا. اللو لاينج بلاسينتا يعني ات ريسك بس هاويفر احنا ما نعتبرهاش بلاسينتا بريفيا، وبنقيسها ان هي بتبقى تقريبا 2 سنتي away from the internal os. ده بنعرفه بالالترا ساوند هقوله لكم في الانفستيجيشن. فهي لو اكتر من 2 سنتي away from the internal os اسمها low lying placenta. اوكي ده مهم جدا جدا. السيمبتومز والساينز، احنا لما نيجي نتكلم على اي سيمبتومز وساينز، السيمبتومز هنقول ايه تفتكروا العيان هتجيلها ايه؟ يا الا العيان هتبقى اي سيمتوماتيك ان احنا هنكتشفها اكسيدنتلي مثلا خلاص واحنا بنعمل الترا ساوند او عند الانست اوف ليبر، او العيان هيجي لها بليدنج. مهم جدا 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 تعرفوا الكاركتر اوف بليدنج، هيبقى بينلس يعني العيانه بتقول لك انا فجاه كده قاعده نزل عليا بليدنج وبيبقى ريكيرنت خلاص. ليه مهم تعرفوا الكاركتر؟ علشان ده اللي بيفرقنا عن البلاسنتال ابربشن. لما تاخدوا البلاسنتال ابربشن لازم تعملوا تو تيبلز كده خلاص تفرقوا زي من الابربشن والبلاسنتال بريفيوم. مش عايزه اقول لكم الابربشن بيبقى عندها ايه عشان ما لخبطكوش، بس مهم تعرفوا البلاسينتا بريفيا بيبقى عندها بينلس ريكيرنت فاجينال بليدنج. يعني ايه بينلس؟ يعني العيانه بتقول انا بتسالها فجاه نزل عليا دم انا مش حاسه بوجع خالص ما فيش اي حاجه. ريكيرنت يعني ايه؟ يعني عيانه تقول لك بهيستوري تلاقي العيانه نزل عليا نقطتين من اسبوعين ثلاثه كده وبعد كده نزل عليا تاني وبعد كده نزل عليا تالت. فالعيانه دايما بيبقى عندها ريكيرنت فاجينال بليدنج. ليه بيبقى ريكيرنت؟ عشان احنا قلنا ان اللور يوتراين سيجمنت دي ما بتتكونش في يوم وليله، بتقعد تتكون على مدار اسابيع. ففي مدار الاسابيع دول كل ما تتكون منها حته يبدا يحصل سيبريشن لحته صغيره فيحصل ايه بليدنج، وبعد كده يحصل سيبريشن تاني يحصل بليدنج، فدايما البليدنج بتاعها بيبقى ريكيرنت. تمام، دي الموست كومن كلينيكال برزنتيشن، يعني ان هي في الثيرد تريمستر ان هي تشتكي من بينلس ريكيرنت فاجينال بليدنج. وبس في عيانين هيبقى عندهم اي بو اي سيمتوماتيك؟ اه طبعا هيبقى في عيانين اي سيمتوماتيك. طيب اكزامينيشن، في حد عنده اسئله او حاجه؟ طيب اكزامينيشن بقى، الاكزامينيشن عندنا اي اكزامينيشن لو حضرتوا معايا راوند دايما بقول لكم اي اكزامينيشن في الاوبستاتريكس دي سهل جدا جدا جدا. ليه؟ هنقسمه لجنرال ابدومينال للبلفيك اكزامينيشن او فاجينال اكزامينيشن عشان ما تتلخبطوش. اي سؤال يجي لكم فيه ساينز يعني ايه اكزامينيشن، فهنكتب الاكزامينيشن برود تايتلز جنرال ابدومينال فاجينال اكزامينيشن. الجنرال بقى بتاع العيانه، افتكروا عيانه هي هتشتكي من ايه؟ من بليدنج زي عيانين الاكتوبيك المسكاج كلهم هيجي يشتكوا من بليدنج. اي عيانه بتجي لنا بليدنج لو كان مايلد يبقى هتلاقي ان هي الجنرال اكزامينشن ده اللي هو بنبص على ايه، على الفايتال، العيانه فايتال ستيبل ولا لا، العيانه كونشس اليرت اورينتد تو بيرسون تايم اند بليس، وبنبص على الفايتال داتا اللي هو بلاد بريشر بلس تمبريتشر ريسبيراتوري ريت اوكسجين ساتوريشن. ففي الجنرال اكزامينشن ده انا بأسس العيانه جنرال، العيانه صاحيه اليرت كويسه ضغطها عامل ازاي بلس عامل ازاي. لو انا عندي مايلد بليدنج في اي كيس اوف بليدنج هيبقى مفيش اي حاجه في الجنرال اكزامينشن لان الجسم بيعمل ايه كومبنسيشن، فهي بليدنج مايلد
البريدنج المايل ده الجسم بيقدر يكمبنسيت فيه، ما فيش اي alternation في الفايتال ساينز. طب السيفير بقى، السيفير ده العينه جالها جش اوف بلاد ماسف اوبستريك هيموريدج، هلاقي العينه عندها بالور، بالور سببه ايه؟ انيميا، تاكي كارديا. طبعا تاكي كارديا از ذا فيرست ساين اوف بليدنج، اول ما العينه يجي لها تاكي كارديا اهم حاجه خالص في جون اكزاميشن البلس بتاع العينه، التاكي كارديا بتقول لنا ان العينه ايه، اهي عندها بليدنج، تاكيبنيا ريسبيراتوري بتاعها عالي، فولينج بلاد بريشر. طبعا الفولينج بلاد بريشر والاوليجوريا واللوس اوف كونشسنس دولت ادفانسد ستيج اوف هيموراجيك شوك، لان انتوا لو فاكرين في الهيموراجيك شوك الاول العينه بتخش تبقى كومبنسيتد وبعد كده تبقى دي كومبنسيتد، اول ما تبقى دي كومبنسيتد هتلاقي عندها البلاد بريشر بدا يقع. ففي الستيج الاولانيه بيبقى عندها تاكي كارديا بس بلاد بريشر يبقى لسه مينتين عشان الجسم بيعمل كومبنسيشن. بس اي كود باي كيس اوف بليدنج هيبقى عندها في جنرال اكزامينشن ده، هم كلهم هيبقى عندهم نفس البرزنتيشن على حسب الاماونت اوف بليدنج. لو مايلد مفيش حاجه، سيفير يبقى الفايتال داتا بتاعت العينه هتبقى ديستربد على حسب بقى هو السيفيريتي اوف بليدنج. هنلاقي ايه اهم حاجه نكتب الفايتال داتا، تاكيكارديا، تاكيبنيا، هايبوتنشن، اوليجوريا، لوس اوف كونشسنس، ودي بقى في ادفانسد ستيج عينه دخلت في هيموراجيك شوك. ابدومينال اكزامينشن مش بلاقي حاجه، تمام، يعني بالادوم اكزامينشن مش هقدر اعرف البلاسنتا موجوده فين ولا هقدر اعرف اي حاجه، هعرف بس هعمل النوم والاوبستريك اكزامينشن اللي اعرف الفاندل ليفل، الداي اوف ذا بيبي، حاجات زي كده، بس ما فيش اي حاجه سبيسيفيك تو بلاسنتا بريفيا. الفاجينال اكزامينشن بقى مهم جدا 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 جدا، اي عيانه هتجيلنا افتر ذا فايبيليتي بعد 24 اسبوع ببليدنج ما عملهاش بي في. ليه بقى؟ عشان انا بعمل بي في البلاسنتا موجوده، قلنا ايه، موجوده فوق السيرفكس، فالسيرفكس لما يدايليت لو انا عملت عينه بي في خلاص هعمل سيبريشن للبلاسنتا بايدي. ف فيري 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 امبورتنت، اي عيانه هتجيلي ببليدنج افتر 24 ويكس ما بعملهاش بي في، ببص على الفايتال داتا وببص على بطنها عشان هتلاقوا في الاكسيدنتال بيبقى عندهم بين، فبيبقى عندهم تندر ابدومن، دول مش هلاقي فيهم عندهم حاجه في الابدومن اكزامينشن، هدخلها هجري بيها على السونار. بنعمل كده بالظبط، بنجري بيها على الالترا ساوند. ليه؟ اقول للدكتور اللي هيعمل الالترا ساوند في الانفستيجيشن على طول، قول لي دي بلاسنتا نورمال ولا بلاسنتا بريفيا، لقيت بلاسنتا بريفيا يبقى دي بلاسنتا بريفيا نورمال ستويتي بلاسنتا، ممكن اعمل لها بي في، اذروايز نو بي في، نو بي في. دي مهم جدا جدا جدا، اهم حاجه في الاكزامينشن. اوكي، نيجي بقى للانفستيجيشن. انا هعرف ازاي؟ قلنا هنجري بالعيانه، اي عينه بتنزف طبعا بيبقى دي حاجه ايمرجنسي. ليه؟ لان العينه بتنزف اول ما العينه تخش في دي كومبنسيشن البيبي هيحصل له ايه، برادي كارديا، وانا كده ممكن افقد البيبي خالص، ممكن يحصل انتراوتراين فيتال ديث. فانا اي عينه بتجيلي ببليدنج ولسه بيبي جوه، طبعا انتي بارتم او بوست بارتم هيموريدج مهمين، البوث ار فيري كريتيكال. هاويفر في الانتي بارتم هيموريدج انا عندي في فيتال لايف، في البوست بارتم هيموريدج انا عندي بس الام هي بتنزف. فمهم جدا ان انا بجري على العيانه وبيبقى كل حاجات الستاتس بتاعتي فيري 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 فاست. اوكي، فهعمل ايه انفستيجيشن؟ هعمل اول حاجه ترانس ابدومن الترا ساوند، ده هو ده الجولد ستاندرد. اي عيانه انتوا لو اخدتوا اي او سمعتوا من اي حد تلاقوا العيانه بتاع الحلم تعمل الترا ساوند عشان نعرف ايه البلاسنتا موجوده نورمال ولا ابنورمال عشان اقدر اعرف، وده الاكريسي بتاعته بتبقى 95%، بيقول لي البلاسنتا موجوده ولا ايه، موجوده في مكانها الطبيعي ولا لا. ساعات احنا بنحتاج نعمل ترانس فاجينال الترا ساوند. لو انتوا فاكرين في التايبس اوف بلاسنتا بريفيا قلنا في حاجه اسمها لو لاين وفي مارجنال بلاسنتا، ساعات التو تايبس دول بيبقوا كونفيوزنج. طبعا لو بلاسنتا كفرنج السيرفكس الانترنال اس بيبقوا ما فيهمش اي جدال بلاسنتا بريفيا، او كومبليت كومبليت سنترالس اللي هي كومبليت بلاسنتا بريفيا ما فيهمش اي جدال، لكن المارجنالس واللو لاين ساعات ما اقدرش اعرفهم، فبعمل لهم ترانس فاجينال الترا ساوند. ليه؟ بقيس الديستنس ما بين، بصوا هنا هتلاقوا في الانترنال اس، بقيس الديستنس بين الانترنال اس والبلاسنتال ايدج، لو فوق لو اكتر من 2 سنتيمتر يبقى اسمها لو لاين بلاسنتا، يعني هي بلاسنتا ملهاش دعوه بالسيرفكس بس هي ات از لو لاين موجوده في اللو في اللو يوتراين سيجمنت. لو لقيتها اقل من 2 سنتيمتر، لا احنا لو رفلي كده قسنا دي هتلاقيها اقل، يبقى دي اسمها مارجناليس. اوكي، فانا ساعات بحتاج اعمل ترانس فاجينال الترا ساوند. ليه؟ علشان اقدر ادفرنشيت ما بين اللو لاين بلاسنتا والمارجناليس بلاسنتا. ليه؟ علشان الريسك اوف بليدنج اعلى في المارجناليس، فالمانجمنت بتاعي مختلف، المود اوف ديليفري بتاعي مختلف، فمهم ان انا افرق.
ساعات بنحتاج نعمل كمان MRI. هتلاقوا MRI مكتوب عندكم في الكتاب كنوت. ليه؟ عشان احنا قلنا البلاسنتا بريفيا يعني البلاسنتا موجوده في ابنورمال سايت، فالتروفوبلاست هتعمل انفيجن، اللور تراين سيجمنت دي طبقه رقيقه مش هتستحمل ان التروفوبلاست تعمل لها انفيجن، فبتعمل فالتروفوبلاست مش هتلاقي حاجه توقفها فهتخش جوه، هتروح عامله لي حاجه اسمها بلاسنتا اكريتا. تمام؟ البلاسنتا اكريتا دي one of the modalities of diagnosis of placenta accreta، واتاكد ان البلاسنتا انفيدنج ذا يوترس ان انا اعمل لها ام ار اي. فهتلاقوه however الام ار اي ده لو انا مثلا عندي حاجه urgent او emergency انا مش applicable بالنسبه لي ان انا ادخل عيان تعمل ام ار اي، very expensive مش موجود في كل المستشفيات ومحتاج ان expertise for interpretation، فده ما بنعتبروش من ال first line modalities ليا. فانا اول حاجه هعملها ultrasound، قلنا trans abdominal ده اي بي سي، trans vaginal في specific cases زي ما احنا قلنا. طيب ايه complications؟ complications دي ممكن تحطوها مع ايه؟ تحطوها مع symptoms والsigns. تمام؟ ممكن العيانة يديلها complication، طبعا عيانة اي عيانة she's having bleeding طبعا يحصل لها complications. اي complication في عيانة حامل، اي complication في عيانة حامل ده برضو عشان تسهل لكم مذاكرة هتقسموها maternal وfetal. ليه؟ لان الام امه حامل ففي بيبي هيحصل له complication والام نفسها يحصل لها complication. طيب لو العيانة نتفت جالها severe antepartum hemorrhage يجيلها ايه؟ hypovolemic shock، دي اول حاجة ان هي يجيلها hypovolemic shock. تاني حاجة ممكن تخش في حاجة اسمها DIC. DIC ده اختصار ايه؟ ده كلمة تسمعها كتير قوي وخصوصا في placental abruption، دي اسمها اختصارها medically ان disseminated intravascular coagulopathy، يعني الجسم بيحصل له coagulopathy والعيانة بيحصل لها bleeding. خلاص يعني المفروض نورمال البلاد كلوتينج فاكتور دي موجوده علشان توقف البليدنج. اللي بيحصل ان الكلوتينج فاكتور دي بيقل جامد قوي في الجسم، فالعيانه بتنزف ومفيش حاجه بتوقف، مفيش فيسيولوجي بيوقف الايه البليدنج ده، فبيجي لها حاجه اسمها كواجيولوباثي. وهتلاقونا دايما بنقول عليه اول لما نلاقي دي اي سي بنسميها death is coming، يعني العيانه دي very critical و she's going to die، فانا لازم ابقى alert يا الا اصلح الكونديشن very very rapid لان العيانه ممكن تموت مني. فدايما هتلاقونا احنا نفسنا النساء بنقولها death is coming، بس هي اختصارها disseminated intravascular coagulopathy. طيب تاني حاجه، طبعا عيانه جالها antepartum hemorrhage ونزفت وهي بتولد، عرضه يجيلها ايه؟ postpartum hemorrhage. make sense. سببه ايه؟ اول حاجه قلنا بلاسينتا موجوده فين؟ في اللور تراين سيجمنت، فده مش normal situation. تمام؟ فاللور تراين سيجمنت ده لو انتوا فاكرين كده في الابر تراين سيجمنت بيحصل ايه؟ contraction و retraction. ده سببه ايه؟ ان العيانه بعد ما تولد البلاسينتا يحصل لها delivery. اللي بيخلي العيانه ما تقعدش تنزف بعد الولاده ان بيحصل contraction للUterus، فما يحصل له contraction للUterus بيقفل البلاد sinuses دي اللي كانت البلاسينتا مزروعه فيهم implanted فيهم. فدلوقتي البلاسينتا موجوده فين؟ في اللور تراين سيجمنت. طب اللور تراين سيجمنت ده لو خدت لو بصيتوا على الفيسيولوجي هتلاقيه ما بيعملش contraction retraction، فهي اللور تراين سيجمنت مش هتقفل sinuses دي، مش هتعرف تقفلها. خلاص؟ فهتلاقوا يبقى في defect في retraction. وساعات كمان بيبقى العيانه كمان عندها retained part. ليه؟ عشان قلنا one of the causes of placenta previa ان هي large placenta، ممكن يبقى في retained parts او uterine atony. فالعيانه هتخش postpartum hemorrhage، نزفت بعد ما العيانه تنزف بعد الولاده هيحصل لها ايه؟ احنا لما ناخد postpartum hemorrhage هتلاقوا من الستبس اخر ستيب خالص للبوستبارتم هيمرج، لو انا بليدنج بتاعي كان نوت كنترولد هعمل العيانه هيستريكتومي. يعني ايه هيستريكتومي؟ يعني بشيل اليوترس. فلو انا بشيل يوترس وانا بعمل سيزيريان سكشن اسمها سيزيريان هيستريكتومي. ليه؟ سببه ان uncontrolled bleeding، انا مش عارفه اوقف لو يوتراين سيجمنت دي مش مساعداني، ما بيحصلش فيها contraction و retraction زي الطبيعي زي الابر يوتراين سيجمنت، فكده انا هفقد الام نفسها، هتخش في hypovolemic shock وهتخش في يعني في irreversible shock، فانا لازم الاستاذ هتبقى سريعه واعمل لها ايه؟ هيستريكتومي. اخر حاجه اللي هي نمبر 4 ودي very very important، قلنا ان ممكن العيانة يبقى عندها حاجة اسمها abnormal invasive placenta. خلاص؟ فلو العيانة عندها abnormal invasive placenta يعني البلاسنتا دي عاملة invasion يا إلا الاندوميتريوم يا مايوميتريوم يا إلا البريتونيوم، في الحالة دي أنا بحتاج أعمل برضه سيزيريان هيستريكتومي، برضه ممكن أوصل لنفس النقطة. فدول
very very important يبقى antepartum hemorrhage severe يدخلها في hypovolemic shock ممكن يجي لها DIC postpartum hemorrhage cesarean hysterectomy او يجي لها حاجه اسمها abnormal invasive placenta او placenta accreta هنقولها في اخر سلايد. تاني حاجه من complication اللي هي fetal complication. احنا قلنا اي complication in obstetrics in general يا maternal يا fetal. الفيتال بقى ايه؟ عيانه بتنزف هيجيلها هايبوتنشن هيحصل ايه؟ مفيش دم رايح للبيبي، البيبي هيجيله برادكارديا ده يزود الايه؟ بيبي ممكن يموت يبقى موربيديتي، ممكن لو جاله برادكارديا يجيله اسكيميا يتولد سي بي مثلا او ممكن يموت اصلا تمام من الايه؟ من البليدنج تمام، لان البيبي هيتغذى من مامته مفيش الام مفيش بليدنج مفيش دم بيتضخ للبيبي فهيحصل ايه؟ مورتاليتي تمام. كمان لان ساعات كتير احنا لما العيانه لو عيانه جات لي وهي بليدنج وهي كانت 30 ويكس مثلا فهي بتزود الريت اوف بريماتوريتي بريترم ليبر اضطر اولدها عشان هي جت بريزنتنج بسيفير بليدنج ات 30 ويكس فانا ما عنديش حل مش هتقدر تنزف هخش اولدها على طول طبعا عشان اوقف البليدنج او يجي لها اي يو جي ار. اي يو جي ار ده بيبقى سببه ان العيانه بتنزف مثلا كل شويه. احنا قلنا الكاركترستيك sign أو symptom of placenta previa إن هي بيجيلها painless recurrent bleeding فعندها recurrent كل شوية تنزف لها شوية تنزف لها شوية فتلاقي عيانة عندها أنيميا. فالعيانة الأنيميك دي هيبقى ال blood برضو اللي رايح للبيبي قليل عندهم فيه compromise لل supply للبيبي البيبي يجيله إيه intrauterine growth restriction ما يكبرش زي as expected أو ساعات كمان البيبي هو كمان يبقى فيه massive blood loss. طيب ايه المانجمنت؟ اي مانجمنت برضه في الاوبستراتكس عندنا يا الا هيبقى اكسبكتنت يا الا ايه هيبقى اكتف مانجمنت. اكسبكتنت مانجمنت يعني انا بعمل كونزرفتيف مانجمنت للعيانه خلاص او اكتف ان انا اولدها على طول خلاص. تاني حاجه بقول المود اوف ديليفري هولدها سيزيريان ولا نورمال ديليفري. اوكي من تايبس اوف بلاسينتا بريفيا هوريكم الصوره تاني عشان تفهموني اكتر المارجنال والبلاسينتا بريفيا والكومبليت البارشل والكومبليت. تفتكروا عيانين دول ممكن يولدوا نورمال ديليفري؟ لو ولدوا نورمال ديليفري ممكن يحصل لهم ايه؟ السيرفكس ده هيبدا يدايليت يقعد يدايليت يدايليت فالبلاسينتا يحصل سيباريشن سيباريشن تاند ان ايه العيانه بتنزف ويخش في ماسيف اوبستريك هيموريدج. ف المارجنال والبارشل والكومبليت دول ان انديكيشن فور سيزيريان انفكشن. دول ما فيش حاجه اسمها ان انا اولدها نورمال ديليفري. ليه؟ هي هم فوق السيرفكس البلاسينتا دي موجوده فوق السيرفكس اول ما يحصل دايليتيشن ورابشر في ممبر عادي هتخش في سيفير هيموريدج هتنزف فانا كده بعرض الام والبيبي الخطر فما ينفعش اولدهم غير دوز ار انديكيشن فور سيزيريان انفكشن. نعم في حد قال حاجه يا جماعه؟ تمام. اللو لاين بلاسينتا لا دي ممكن تولد نورمال ديليفري. ليه؟ عشان قلنا بنقيس البلاسينتا الادج من الانترنال اس لو اكتر من 2 سنتيمتر يبقى دي العينه ممكن تولد نورمال فاجينال ديليفري ودي نوت ان انديكيشن فور سيزيريان سكشن. يبقى انديكيشن اوف سيزيريان سكشن مارجنال بارشل كومبليت. اول حاجه يبقى احنا كده اتكلمنا عن المود اوف ديليفري. طب والله انا هولد العينه امتى؟ هروح اعمل اكتف مانجمنت ولا هعمل اكسبكتد مانجمنت؟ امتى اعمل ده وامتى اعمل ده؟ طيب احنا هنتكلم الاول هتكلم لكم على الاكسبكتد مانجمنت خلاص. يعني ايه؟ يعني العينه دي هعملها كونزرفتيف مانجمنت. دي لو امتى؟ انا الايم بتاعي طبعا ان مش انا ان انا ولد العينه في اي وقت تمام. ليه؟ لو ولدت العينه في اي وقت يعني ولدتها وهي 30 ويكس 28 ويكس انا كده عينه حامل وبعد كده في الاخر ولدت بري تيرم ليبر. البري تيرم ديليفري ده بتزود الموربيديتي والمورتاليتي بتاعت البيبي فانا كده بخليها يعني تبقى قعدت حمل وتعبت وفي الاخر ولدت ايه بري تيرم ديليفري والبيبي بتاعها ممكن ايه يموت تمام. فالايم بتاعي الايم بتاع الانتينيتال كير عامه ان انا اوصل العيانه لحد 37 ويكس از يعني از ماتش از اي كان يعني طبعا في كل في حالات ما اقدرش اعمل ده بس ده الايم بتاعي ان انا اوصل العيانه كام 37 ويكس. ليه؟ قبل 37 ويكس ده اسمه بري تيرم pregnancy. فانا عندي لو عينه جات لي في 30 ويكس قبل 37 اسبوع وتفر بقى كان كام اسبوع انا بحاول اقلها تايم ازقها لحد 37 اسبوع بحاول از ماتش از كان. ليه؟ عشان احسن اللونج ماتيوريتي واتاكد ان العينه كويسه provided that بقى في عندي حاجه اسمها pre requisites. يعني ايه؟ مش كل العيانين
اللي هيجوا لي بري تيرم انا هقول لهم خليكم قاعدين، ما ينفعش، لازم في عيانين معينين اللي يعني في كرايتيريا ستريكت كرايتيريا اللي هخليهم يعملوا ده. اول حاجه هقول العيان تتحجز في المستشفى. ليه؟ علشان عيانه لو جايه دلوقتي بليدنج مايلد ممكن في اي وقت ايه تخش سيفير بليدنج، يبقى اول حاجه هنعمل هوسبيتاليزيشن. بيد ريست، بقول العيان ما تعملش مجهود، اهم حاجه ما يبقاش فيه انتركورس. طبعا كده كده يعني خلاص المستشفى مش هيحصل انتركورس، بس دي حاجات مهمه ان ما يحصلش ايه انتركورس. ليه؟ الانتركورس زي البي في هيحصل ايه بلاسنتال سيبريشن، العيانه هتجيلها بليدنج، فمهم قوي ان انا ما ادخلش حاجه في الفجرين خالص. تمام، وهعمل لها ايه؟ يبقى احنا هنعمل هوسبيتاليزيشن بيد ريست، وهعمل لها بلاد بانك ريزرفيشن. طبعا دي عيانه اللي هي ستيبل، طبعا يعني عيانه انا جات لي عليها مايلد اتاك اوف بليدنج ليت سبوتنج يعني، ونوت افكتنج الجنرال كونديشن بتاع العيانه ولا البيبي. يعني البيبي بنعمل فيتال فيابيليتي، بنعمل لهم بقى بنعمل سي تي جي خلاص عشان نتاكد من فيتال ويل بينج، لقيت البيبي كويس ولقيت الام كويسه بس عليها مايلد بليدنج خلاص وهي لسه بري تيرم، فانا هحجزها في المستشفى وبيد ريست. واهم اهم حاجه احجز لها دم، مهم قوي احجز لها دم. ليه؟ في اي وقت ممكن تخش في اتاك اوف بليدنج وانا اضطر انزلها اجري بيها اعمل لها سيزارين سكشن، لازم يبقى عندي دم بلاد بانك انفورمد، انا عندي عيانه محجوزه بلاسنتا بريفيا وعايزه لها كذا باكت ار بي سيز كذا فريش فروزن بلازما. تمام، فاعمل بلاد بانك ريزرفيشن مهم قوي. وبعمل لها ايه طول ما هي محجوزه في المستشفى؟ بعمل لها باي ويكلي يعني مرتين في الاسبوع اسسمنت ليها وللبيبي. طبعا انا باسس العيانه كل يوم، تمام، بس الباي ويكلي ده اهم حاجه للفيتال ويل بينج، ان انا بعمل لها سي تي جي. سي تي جي ده بتامن البيبي كل شويه كويس، وبعمل طبعا كل يوم بسمع البيبي اتامن ان هو كويس كل حاجه، واقول العيانه تعد الفيتال كيكس وكل حاجه. اوكي، الايم بتاع الاكسبكتد مانجمنت ان انا ما ولدتش بيبي بري تيرم فبيبي يحصل له مشكله، بروفايدد ان العيانه والبيبي كويسين، يعني عيانه عليها مايلد اتاك اوف بليدنج فايتال ستيبل البيبي كويس، يبقى دي هنعمل لها ايه اكسبكتد مانجمنت. خلاص، هنعمل لها هوسبيتاليزيشن بيد ريست بلاد بانك ريزرفيشن، وهعمل باي ويكلي ايه فيتال ويل بينج اهم حاجه، وكل يوم بعمل اسسمنت وبقول العيانه ريبورت اني اتاك اوف ليفنج. اوكي، طبعا مهم جدا 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 تقولوا على الار اتش نيجاتيف، لو عيانه ار اتش نيجاتيف بديها انتي دي. ليه؟ عشان ما يحصلهاش سنسيتايزيشن. اوكي، اي عيانه ار اتش نيجاتيف بريزنتنج ويز بليدنج لازم اديها انتي دي. اوكي، يبقى دي الاكسبكتد مانجمنت. يبقى الاكسبكتد مانجمنت هعمله في البري تيرم بريجننسيز، والايم بتاعي ان انا الاو تايم فور فيتال لونج ماتوريتي، ان انا اولد البيبي ابعد او اقرب ل 37 ويكس از ماتش از اي كان. اكتف مانجمنت، اكتف مانجمنت انا راح اولد العيانه اجري بيها اعمل لها اميز سكشن. مين العيانين دول؟ اول واحده العيانه جايه بسيفير بليدنج افكتنج لا الا الام اور ذا بيبي فيتال اور ماتيرنال كومبرومايز خلاص ريجاردلس اوف ذا جينيتال ايج. طبعا ده ريجاردلس عيانه بتموت قدامي او بيبي فيه في بريديكاردي انا هولده ريجاردلس، بقى الاوت كوم بتاعي ده مش الاهم، الاهم حاجه ان انا ايه انقذ الام او البيبي. فلو عيانه سيفير بليدنج في فيتال او ماتيرنال كومبرومايز. تاني حاجه ان يبقى هي اصلا جايه لي 38 ويكس مثلا 39 ويكس، فانا اصلا خلاص انا مش ليه ام ويتنج. يعني انا دايما عيانين دول بنحب نولدهم الكتيف ديليفري، يعني ايه؟ يعني نولدهم في سيتنج يبقى كلنا موجودين، دكاتره كونسلتنت مثلا موجود، الاوبستريشن موجود، الانستيزيا موجودين، كونسلتنت بريفيرد، يبقى بلاد بانك انفورمد، معايا الدم بتاعي، كل الناس موجوده. فانا يعني بقيم ان انا ولد عيانه دي في الكتيف سيتنج خلاص. بولدها بعد قد ايه؟ بعد 37 ويكس. فلو عيانه اي عيانه هتجيلي بلاسنتا بريفيا بعد 39 اسبوع هولدها. طبعا يوجوالي العيانين بيبريزنت ايرلي فانا ببقى عارفاهم، يعني عندها قلنا بينلس ريكارنت بليدنج فانا ببقى عارفه العيانين، بس ده وان اوف ذا ريزن ان انا هولد عيانه على طول دلوقتي، نو نيد ايه تو ويت والعيانه تخش في امرجنسي. تالت سبب ان العيانه دخلت في ليبر اصلا، يعني العيانه جالها اصلا ليبر والعيانه بدا الاماونت اوف بليدنج عمال يزيد فلازم هولدها. طيب وانا بعمل بقى السيزارين سكشن لازم يبقى في بريكوشنز معينه، يعني ايه؟ زي ما انا قلت لكم احنا بنحب نولدها في الكتيف سيتنجز، يعني ايه؟ يعني بحب يبقى كل الناس موجودين، كونسلتنت اوبستريشن، كونسلتنت انستيزيا، بلاد بانك انفورمد، معايا التيم بتاعي بيساعدني. ليه؟ لان العيانين دول بيخشوا في ماسيف اوبستريك هيمورج وبينزفوا جامد جدا فمحتاج دم كتير قوي للعيانين دول، يعني they may or may not، بس ده الكيس سيناريو اللي انا لازم ابقى انا ريدي. اوكي،
فاول حاجه بيبقى الانستيزيا موجودين. الانستيزيا دايما هو بيعملوا ريسستيشن للعيانه، بيعمل لهم الحاجات اللي احنا عارفينها الاي بي سي دي اي اللي هي ايرواي باتن، بريذنج كويس، سيركيليشن مينتيند، تو وايد بور كانيولز، وكل حاجه بتبقى ايه كويسه لو العيانه دخلت في بريدنج. اوكي، وبديها طبعا انتي شوك ميجرز وبقى ايه بلاد ترانسفيوجن وبقى مجهزه. اهم حاجه في الانتي في الانتي نيتال كير بتاع العيانين بابسنت بريدنج دول بيبقى عندهم كتير قوي عندهم انيميا، قلنا عشان هم بيجي لهم بينلس ريكارنت بليدنج، فريكارنت بليدنج ده بيدخل عيانه في انيميا. تمام، فمهم جدا جدا ان انا ابقى اعمل كوركشن للانيميا عشان العيانه كل ما هتنزف اكتر كل ما يبقى بلاد ترانسفيوجن بتاعها بيزيد، اللي هي ان هي ممكن يتنقل لها دم ازيد. او حضره الاكبوليكس. اكبوليكس يعني ايه؟ حاجات بتعمل يوتراين كونتراكشنز. قلنا ليه؟ عشان العيانين دول بيخشوا في اتوني، ممكن يخشوا في اتوني. تمام، تبقى عندي الاوكسيتوسين، ارجوتامين، بروستاجلاندينز عشان ما يبقاش عندي يوتراين اتوني. واكونسيدر ان انا ممكن اعمل يوتراين ارتريالايزيشن. قلنا العيانين دول ممكن يخشوا في بوست بارتم هيموريدج، فمن الاساس البوست بارتم هيموريدج انا بعمل يوتراين ارتريالايزيشن عشان امنع بلاد سبلاي او اقلل البلاد سبلاي لليوترس، او ان انا اعمل هيستريكتومي. تمام، ده الاكتف مانجمنت. يبقى انا عندي مانجمنت يا الا اكسبكتنت يا الا اكتف. اكسبكتنت يعني ايه؟ يعني هعمل كونزرفتيف مانجمنت. ده امتى هعمله؟ لو قبل 37 اسبوع. الايم بتاعي ايه؟ ان انا ادي تايم فور فيتال لونج ماتوريتي. اهم حاجه تبقى العيانه بريزنتنج ويز ا مايلد بليدنج، مفيش فيتال ولا في ماتيرنال كومبرومايز، البيبي والام كويسين والعيانه جايلها فيري مايلد اتاك اوف بليدنج. طب انا العيانه دي هعملها ايه؟ خلاص اكونزرفتيف مانجمنت. وحاجه كمان من البريكوسس في المستشفى ان انا بديها ستيرويدز، ستيرويدز فور فيتال لونج ماتوريتي، مهم جدا لو هي مش واخده الستيرويدز اديها لها. يبقى انا هحجزها بلاد ريست، اتاكد البلاد بانك انفورمد والعيانه محجوز لها دم، وهعمل الفيتال ويل بينج باي ويكلي يعني مرتين في الاسبوع، هطمن ان الفيتال ويل بينج كويس، بيبي كويس، كل حاجه كويسه. لو ار اتش نيجاتيف هديها انتي دي. الاكتف ان انا هوريها باي سيزارين سكشن. مين؟ العين عندهم سيفير اتاك اوف بليدنج، عيانه جايه تيرم بيبي يعني بعد 37 اسبوع، ريجاردلس هي تنزف او ما تنزفش، نو نيد ان انا اسيبها لحد ما تنزف وتخش في امرجنسي. تالت حاجه عيانه دخلت فليبر، مهم قوي ان يبقى كل التيم انفورمد، مهم قوي ان اعمل ريسستيشن، ابقى معايا الاكبوليكس بتوعي عشان عيانه بوش بوست بارتم هيموريدج، ابقى عارفه ان انا ممكن احتاج اعمل، وطبعا عيانه ماضيه كونسنت طبعا بيفور دليفري ان هي ممكن تعمل هيستريكتومي، انفورمد بالكيس بتاعتها والكونسنت بتاعي موجود، كل حاجه موجوده. خلاص، ده كده المانجمنت بتاع بريزنت بريفيو. يبقى احنا كده خلصنا البوينتس بتاعت بريزنت بريفيو. مهم ايه؟ ان احنا نبقى عارفين ايه بريزنت بريفيو دي، الديفينيشن بتاعها. خلاص، هو بليدنج فروم ان ابنورمال سيتويتد بلاسنتا. نبقى عارفين التايبس اوف بريزنت بريفيو، نبقى عارفين اللي هو الميكانيزم ده مش هتسالوا فيه بس ده فور يور نوليدج، تبقوا عارفين المانجمنت، تبقوا عارفين البرزنتيشن بتاع العيانه. اهم حاجه ان العيانه بتيجي ببينلس ريكورنت فاجينال بليدنج. اوكي، لو انتوا فاكرين في الانتي بارتم هيموريدج في الاول خالص احنا قلنا ان في كذا ريزن او سيتريك كوزز يعني فور انتي بارتم هيموريدج. هنا هو في اول سلايد قلنا اول سبب بلاسنتال ابربشن او اسمه اكسيدنتال هيموريدج، ده هنتكلم فيه بعد الميد تيرمز، او بلاسنتا بريفيا اللي احنا شرحناها النهارده، او البازا بريفيا. يعني ايه بازا بريفيا؟ يعني المفروض نورمالي هي الصوره هنا، لو اخدتوا بالكم هنا دي بلاسنتا، خلاص ده الامبريكال كورد، ده المفروض ده النورمال امبريكال كورد. خلاص، ساعات بيحصل ايه بقى؟ حاجه اسمها فيلامنتس انسرشن اوف الكورد، يعني الكورد بدل ما هو انسرتد في البلاسنتا هنا كده زي دي كده، لا الكورد ماسك في الممبرين. خلاص، اوكي، فلما الكورد يبقى ماسك في الممبرين يبقى ايه البلاد فيزلز اكسبوز زي ما انتم شايفين كده، مفيش حاجه مغطيه الايه زي ده كده، يعني الكورد كده مش متغطي، مفيش. فاكرين الامريكا كورد في الفسيولوجي هتلاقوه ليه لايرز كده، دول مش موجودين، فالبلاد فيزلز بتاعته اكسبوز. فالبازا بريجي بقى يعني ايه؟ يعني في فيلامنتس انسرشن اوف ذا كورد كده، وموجوده تحت البرزنتيشن اوف ذا بيبي. تمام، يعني تحت presenting part of the baby هتلاقوا الصوره دي كده. فايه اللي بيحصل؟ العيانين دول بيحصل لهم ايه؟ فجاه العيانه جه رابشر في ممبرين، يعني دي تقول كده حصل لها رابشر في ممبرين ودخلت في سيفير اتاك اوف بليدنج. طبعا المورتاليتي ريت دي بقى بليدنج اوف فيتال اوجن، يعني ايه اللي بيتضرب هنا؟ ايه اللي بيحصل بليدنج منين؟ من البلاد فيسلز بتاعه البيبي. فده المورتاليتي ريت بتاع البيبي اب تو 70%، يعني
معظم الحالات احنا مش هنقدر نلحق البيبي، لان بيبقى سيفير اتاك، غير لو ده حصل واحنا في المستشفى، فاحنا عندنا ايه نقدر ننهيها على طول، ننتهي العمليات. لكن لو ده حصل اصلا هي في البيت، وهي جات لي بسيفير اتاك اوف بليدنج، وبعد كده عرفنا ان هي طلعت فازا بريفيا، ببقى ممكن في اغلب الاحوال ما اقدرش ان انا الحق البيبي. اهم حاجه تعرفوا فازا بريفيا يعني بيبقى في فيلامنتس انسرشن اوف ذا كورد، وبيبقى موجود تحت بريزنتنج بارت اوف ذا بيبي. فالعينه بتيجي البريزنتيشن بتاعتها بماسيف بليدنج، البليدنج ده بيبقى اوف افيتال اوجن، يعني الام مش هي اللي بتنزف، يعني الام هتبقى فايتال ستيبل، لكن البليدنج ده من البيبي نفسه. ف بيبقى المورتاليتي ريت بتاعت الحالات دي 70% فيتال بيموت، يعني بيبي بي 70% من الحالات بيموت. وعلاجها ان احنا بنعمل ايه؟ immediate cesarean section. تمام؟ immediate cesarean section once identified انا لازم ادخل عينها على طول for cesarean delivery. دي الفازه بريفيا، قلنا بريفيا يعني ايه؟ abnormal. الفازه اللي هي الامبيليكال كورد. اخر حاجه خالص اللي اخر سلايد اللي هي placenta accreta. قلنا البلاسينتا اكريتا يعني ايه؟ نورمال دي مش معناها نورمال بلاسينتا، ده دي بلاسينتا بريفيا. بلاسينتا بريفيا يعني ايه؟ يعني البلاسينتا موجوده في اللور يوتراين سيجمنت، اهي دي الصوره بتاعتها، ان هي نورمال بلاسينتا بتبقى موجوده هنا في الابر، لا العينه عندها بلاسينتا في اللور يوتراين سيجمنت. فعندي حاجه اسمها اكريتا انكريتا بيركريتا، يعني ايه؟ لو عينه والده قبل كده باي سيزارين سيكشن خلاص، بيبقى عندها سكار. السكار موجوده فين؟ السكار بتاعت السيزارين سيكشن بتبقى موجوده في اللور يوتراين سيجمنت، في الانتيريور وول اللي هو هنا. تمام؟ فالسكار دي بيبقى فيه ديفكت. تمام؟ يعني مفيش نورمال لايرز بتاعت اليوترس، وخصوصا خصوصا لو جات العينه انفكشن مثلا بعد سيزارين انفكشن، فالهيلينج بتاعها بيبقى وحش، فالعيان بيبقى عندها ديفكت. فلما يحصل ديفكت بقى، لما تشوف بلاستيك تعمل انفيجن، هتروح عامله انفيجن ديب انتو ذا لايرز اوف ذا يوترس. فبيحصل حاجه اسمها بلاسينتا اكريتا. يعني ايه اكريتا؟ اكريتا يعني عمل انفيجن للاندومتريوم. احنا عارفين يوترس اندومتريوم ومايومتريوم، وبعد كده هنا ايه البريتونيوم او السيروزا. خلاص، فلو عملت انفيجن لاول لاير اللي هو الاندومتريوم اسمها اكريتا. طيب انكريتا يعني عملت ايه؟ انفيجن للمايومتريوم اللي ماسل وول، لو بصيت في الصوره دي اهي واصله للماسل وول. طيب اخر نوع بيركريتا، افتكروها بي ويز بي، بي بريتونيوم اند بي فور بيركريتا. بي بقى يعني هي عامله انفيجن للبريتونيوم بره خالص، اوكي، فده اسمه بيركريتا. يبقى احنا عندنا اكريتا انكريتا بيركريتا. طبعا الثلاثه دول ازاي ايه؟ دول اوبستريك ايمرجنسي. تمام، وانس ايدنتيفاي، دول اللي هم اي عينه بلاسينتا بريفيا وعامله سيزاريان سكشن قبل كده، بيبقى عندي ديفكت، عندي سكار، لازم اكسكلود ان هي بلاسينتا اكريتا او انكريتا او بيركريتا. بنعمل ايه بالالترا ساوند؟ بنعمل الاقي فيه هاي فاسكولاريتي بالالترا ساوند، الاقي فيه فاسكولاريتي عاليه في اللور يوتراين سيجمنت، او بحتاج اعمل ام ار اي. الام ار اي بيقول لي ان في انفيجن في اليوترس ولا لا. عشان كده في عاده البلاسينتا بريفيا ساعات بنعمل ام ار اي. ليه؟ عشان اكسكلود هي اكريتا او انكريتا في بيركريتا. اي عينه بلاسينتا بريفيا سيزارين انفكشن لازم اكسكلود ان هي بلاسينتا اكريتا، اوكي، وخصوصا لو هي في يعني بريفيا في الانتير وول مش في البوستير وول، ومعظم العيانين بيبقوا بلاسينتا بريفيا في الانتير وول. خلاص، once identified elective delivery، علاجها elective delivery at 36 weeks. ليه؟ العينه دي بتاعت الاكريتا دي most probably هتعمل cesarean hysterectomy، هتعمل hysterectomy، لان انا ايه مش بعرف افصل البلاسينتا من اليوترس، البلاسينتا عامله invasion في اليوترس، فانا في الماجورتي اوف ذا كيسز مش هقدر اشيل البلاسينتا من غير ما اشيل اليوترس، فبضطر اعمل hysterectomy. فالعيانين دول لازم كل التيم برضه يبقى ready، وعلاجهم طبعا ان انا بعمل سيزارين انفكشن، طبعا مفيش فاجينال دليفري بلاسينتا اكريتا. تمام، ف once identified في الانتينيتال كير بعمل نفس الحاجات بتاعه البلاسينتا بريفيا، بقول بولد العينه الكتف عند 36 ويكس. دي بقى ممكن ما اسيبهاش على 37، ليه؟ كل ما اسيبها كل ما انا ات ريسك اوف ايمرجنسي. فمن 34 36 ويكس ابدا اقول انا عايزه اولد العينه دي، عشان انا دايما بحب اولدهم زي ما قلنا في الكتف سيتنجز، يعني كل الناس موجوده، الانستيزيا، التخدير، حجز دم العيانه، بلاد بانك انفورمد، لان العيانين دول هينزفوا ويحتاجوا دم كتير، هعمل استريكتومي وانا بعمل سيزارين سكشن في الغالب. والبيركريتا دي قلنا لو في الاناتومي فاكرين اليوترس قدامه مين؟ البلادر.
فالبركريتا دي عامله انفيجن للبريتونيوم، وساعات تبقى عامله انفيجن للاورجنز اللي حوالين اليوترس كمان، وبتبقى اقرب اورجن بالنسبه لنا هيبقى البلادر. فممكن احتاج كمان اليورولوجي تيم علشان اعمل ايه بلادر ديسكشن، وساعات بيبقى عندهم بلادر انجري، فعند الانسنس اوف كومبليكيشن العيان دول بيبقى عاليه جدا during cesarean section. فاهم حاجه تعرفوا يعني ايه اكريتا انكريتا بركريتا المانجمنت باي cesarean section. بولدهم عند usually at 36 weeks عشان انا بحب اولد في elective settings. هولدهم باي cesarean section طبعا، no indication for vaginal delivery، وفي الغالب بحتاج اعمل cesarean hysterectomy. كده احنا خلصنا البرزنتيشن، خلصنا البرزنت بريفيا. I hope يعني طبعا ما كانش في اي interaction، انا مش عارفه انتوا فهمتوا عندكم اي اسئله. لو حد بقى عنده اي اسئله في اي حاجه، انا عارفه ان انتوا كلكم very busy وبتذاكروا علشان ال ميد تيرمز بتاعتكم، بس هديكم كده 5 minutes او 2 minutes 3 minutes كده تقولوا لي لو في حد عنده اي اسئله، قولوا لي حد يفتحوا المايك على طول اسالوني. otherwise خلاص خلصنا، مفيش حاجه تانية هنشرحها النهارده. حد عنده اي اسئله؟ كانت حد عنده اي اسئله؟ كلكم فهمتوا كويس يعني؟ طب قولوا لي حد يقول فهمتوا ما فهمتوش، في اي حاجه عايزين تسالوا عليها. دكتور ممكن تقولي الفرق بين الاكتف مانجمنت والاكسبكتد مانجمنت كده بسرعه؟ ماشي اوكي. الاكتف مانجمنت ان انا بحتاج اجيب لكم برزنتيشن تاني. الاكتف مانجمنت جايه من اسمها اكتف، يعني هولد العينه. فالاكتف مانجمنت ان انا هولد العينه، امتى هولد العينه؟ هولدها لو في سيفير طبعا باي اميديت سيزيريان سكشن، العيانين دول بيبقوا ايمرجنسي. لو في عيان عندها سيفير بليدنج كومبرومايزنج فيتال او ماترنال لايفز، يعني في مشكله امننت على الام او البيبي ريجاردلس اوف جيستيشنال ايج. تاني سبب ان انا عيانه عندي تيرم بيبي، فانا نو نيد ان انا تويت وادخل عينه في هاسل ان هي تنزف او يحصل اي حاجه. فوق ال 37 ويكس هولد العيانه regardless of amount of bleeding. تالت سبب ان عيانه دخلت في ليبر، فدخلت في ليبر فات ريسك اوف بليدنج فهولدها. طيب وانا بعمل في الدليفري هاخد بالي ايه؟ في حاجه اسمها precautions، يعني ان انا وانس العيانه بتنزف لازم immediate resuscitation، بيبقى عندي انتي شوك ميجرز جاهزه، بلاد ترانسفيوجن جاهز، ان انا الاكبوليك ستات جاهزه، العيان دول هيخشوا بوست بارتم هيموريدج، فلازم ابقى عندي اوكسيتوسن ايرجوتامين بروستاجلاندين عشان العيان ما يخش في اتوني مني، وابقى عارفه ومضيه العيان على كونسنت ان هي ممكن تعمل سيزارين هيستريكتومي. ده الاكتف مانجمنت. اكتف يعني انا هاخد ديسيجن انا والد على طول وباي سيزارين سكشن. تاني حاجه اكسبكتنت مانجمنت. يعني ايه اكسبكتنت مانجمنت؟ expected management يعني انا هولد مش هولد العيانه، انا هاخد ايه conservative measures بتاعتي. اوكي فده هقول امتى انا مش هولد العيانه دي وانا هسيبها شويه؟ لما يكون عندي preterm pregnancy. الايم بتاعي ايه؟ ان الايم بتاعي الايم بتاع اي obstetrics اي obstetrician اي حاجه في الانتينيتال كير ان انا يبقى عندي ام وبيبي سلام. اوكي فانا دايما ما احبش اولد العيانه preterm، فطول ما العيانه stable البيبي كويس مفيش اي براديكارديا مفيش اي حاجه وانا اقل من 37 ويكس، انا هاخد الاكسبكتنت مانجمنت اللي هي الكونزرفتيف مانجمنت. اوكي ده لازم الام والبيبي البليدنج بيكون عيانه مايلد ونوت افكتنج المذر اوف ذا فيتس، يعني عيانه ستيبل بلاد بريشر مينتين بالس ريسبيراتوري ريت كل حاجه، والعيانه بتقولي انا عندي سبوتنج والبيبي كويس مفيش براديكارديا بيبي رياكتيف كويس جدا، فهعمل لها ايه العيانه دي؟ خلاص هحجزها في المستشفى hospitalization واقول لها bed rest. وقلنا لو for any reason هي ما اتحجزتش في المستشفى هقول لها no sexual intercourse، عشان intercourse زي ما قلنا زي ال PV هيحصل placenta separation عيانه تخش في bleeding، وهقول blood bank ان انا احجز لها دم، لازم العيانه احجز لها دم. ليه؟ اي عيانه ممكن placenta previa تخش في severe attack of bleeding، لو هي محجوزه مثلا النهارده ممكن بالليل تنزف، فلو هي نزفت هتبقى عندي blood ايه products بتاعتها، يعني الدم بتاعها موجود فاحجز لها دم. اوكي
وهعمل لها باي ويكلي طول ما هي محجوزه. انا باف ممكن حجزها مثلا من 30 اسبوع لحد 37 اسبوع، هفضل حجزها طول البيريد دي، يعني الايم بتاعي ان اوصلها 37 اسبوع اتليست، تمام؟ فهعمل لها باي ويكلي ايفالويشن للفيتال ويل بينج، ان انا بعمل لها سي تي جي وبتاكد ان العيانه يعني بيبي كويس كل حاجه، وبديها ستيرويدز فور فيتال لونج ماتوريتي، ولو هي ار اتش نيجاتيف بديها انتي دي. فكويكلي انا هعمل اكتيف او اكسبكتد مانجمنت على حسب الفيتال ماتيرنال ويل بينج، الام كويسه بيبي كويس وانا اقل من 37 اسبوع، انا هعمل كونزرفتيف مانجمنت، خلاص هحجز العيانه وايه امونيتور العيانه. ده الايم بتاعي. لو عيانه بتنزف في كومبرومايز لفيتال او ماتيرنال ويل بينج، انا هولد العيانه دي ريجاردليس اوف هير ايج. تمام كده وضحت؟ تمام يا دكتوره. هو في نقطه في الاكتيف مانجمنت ممكن حضرتك بس تجيب السلايد بتاع الاكتيف مانجمنت تاني؟ اتفضل. يعني ايه يعني الايتم سبونتينوس انست اوف ليفر؟ يعني هي ممكن يجي لها طلق مثلا؟ اي واحده حامل عندها بلاسنتا بريفيا ممكن تخش في ليبر، فونس دخلت في ليبر، انا مش هسيبها. ما كل ما تخش في ليبر قلنا بلاسنتا ايه امبلانتد فين؟ في اللور يوتراين سيجمنت، واللور يوتراين سيجمنت دي لما تاخده الفيسيولوجي اوف ليبر هي دي اللي بيحصل لها ستريتش وبيحصل لها افيسمنت. فكل ما اللور يوتراين سيجمنت عماله تطلع لفوق كل والسيرفكس عماله يضغط هيحصل سيبريشن للبلاسنتا، فعينها هتخش في بليدنج. فونس دخلت في ليبر وهي بلاسنتا بريفيا اولدها على طول ريجاردلس اوف ذا اماونت اوف بليدنج. يعني يبقى نورمال ليبر بقى، يعني مش سي اس؟ لا هو سيزيرين سكشن. اي حاجه الجمله اسبس سبونتينوس انست يعني طلق طبيعي، صح؟ لا طبيعي، يعني اي واحده حامل ممكن يجي لها طلق، ملهاش علاقه بالمود اوف ديليفري. اي واحده في البيت كده قاعده في البيت جالها طلق، جالها تراين كونتراكشن، هتيجي المستشفى تقول انا جالي انا بولد، هلاقيها في الان ليبر، هندخلها ونقول سيزيرين سكشن. مش كل العيانين دول ما ينفعش يولدوا نورمال ديليفري، زي ما قلنا البلاسنتا موجوده فين؟ في اللور يوتراين سيجمنت. اللور يوتراين سيجمنت ده هو اللي بيحصل له دايليتيشن في الولاده، فكل ما يحصل له دايليتيشن بيسيبريت الوول، بتسيبريت عن البلاسنتا، الوول بتسيبريت عن البلاسنتا، معايا يخش في بليدنج، بليدنج بتخلص السيفير اتاك اوف بليدنج، والبلاسنتا هي البريزنتنج. يعني في الصوره بص نفهم اكتر، دي التايبس اوف بلاسنتا بريفيا، شايف هنا التايبس، البلاسنتا هي الليدنج، تمام؟ فكده بيبي البلاسنتا هي اللي هتسبريت، والبلاسنتا هيحصل لها سيبريشن ومش هنولد بلاسنتا قبل البيبي، يعني فاهم؟ فكده هيخش هتنزف وبيبي جوه، بيبي هيموت، فما ينفعش نولد العيله دي. وكل ما السيرفكس دايليت، يعني عارفين يعني ايه بيدايليت؟ يعني السيرفكس بيطلع لفوق كده، فكل ما بيدايليت السيرفكس هي البلاسنتا، السيرفكس ده هو اللور يوتراين سيجمنت، اوكي؟ فكل ما يدايليت السيرفكس كل ما البلاسنتا هي ماسكه فين؟ في اللور يوتراين سيجمنت، بيحصل لها ديتاتشمنت سيبريشن، فما تلاقيش بقى حاجه مثلا فيها، فالعيانه بتنزف بليدنج 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 بليدنج، تخش سيفير اتاك اوف بليدنج، مش بتلحق الام والبيبي، تمام؟ مفيش حاجه اسمها مش هنولد البلاسنتا قبل البيبي كمان، يعني انت هتنزف العيانه هتموت، البيبي هيموت يعني، والعيانه برده ممكن يجي لها كومبرومايز، تمام؟ الاثنين هنفقدهم، فاهم؟ والاكسبكتد مانجر يا دكتور دي العيانه ممكن تولد طبيعي عادي؟ مفيش طبيعي. لو انت ركزت احنا قلنا ايه المود اوف ديليفري بتاع الثلاث انواع دول، المارجنال بلاسنتا بريفيا بارشال بلاسنتا بريفيا والكومبليت از اسيزيريان سكشن نو انديكيشن اوف فاجينال ديليفري. اكسبكتد مانجمنت يعني انا مش هولد العيان دلوقتي، انا هسيبها محجوزه في المستشفى لحد 37 ويكس بس، مش بنتكلم في حاجه اسمها مانجمنت اكتف والاكسبكتد مالهاش علاقه بالمود اوف ديليفري. لما نيجي نولدها نولدها بالسيزيريان سكشن طول ما هي مارجنال او بارشال او كومبليت. اللو لاينج يعني بلاسنتا اكتر من 2 سنتيمتر من الادج اوف ذا سيرفكس، يعني هي بعيده عن السيرفكس، يعني لما يحصل سيرفكال دايليتيشن مش هيحصل لها سيبريشن، دول ممكن يولدوا فاجينال ديليفري. اللو لاينج تمام، لكن دول كل ما يحصل دايليتيشن البلاسنتا هتسيبريت وعيانها هتنزف، ما لهمش ان دي نو انديكيشن اوف سيزيريا اوف فاجينال ديليفري، اونلي واي اوف ديليفري از سيزيريا انفكشن. تمام تمام يا دكتور، شكرا شكرا. العفو عليك. في حد عنده اي اسئله تانية؟ تمام. نشوفكم بقى بعد الفاين بعد الميد تيرمز. لو طبعا عندكم اي اسئله بعد كده ممكن تبعتوها اي حاجه، مش عارفه انت عندكم الكونتاكت بتاعي ولا لا، بس ممكن تبعتولي اي وقت لو عندكم اي اسئله،
وانا عارفه ان انتوا يو ار فيري بيزي في الميد تيرمز، ربنا معاكم ان شاء الله تعملوا كويس او الامتحانات تبقى كويسه وسهله بالنسبه لكم. وميرسي قوي ليكم النهارده، وسي يو بقى بعد الامتحانات ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، شكرا جدا. ماشي، ربنا معاكم. شكرا دكتور. العفو عليك.